جنب يعني المزدلفة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني قريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه رحمه الله جميعا قال أخبرني عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم. ردفته يعني كده ردفته على مضاف إيه؟ كان ردفته أنا أو ردفته أنت؟ في مسألة سأل تفضل. قال أخبرني عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم أو صنعتم؟ قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بالغ وما قال أغرق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابغ جدا ثم قلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فقام المغرب ثم أناخ والناس في منازلهم فلم يحلوا حتى قام العشاء والآخرة فصلى ثم حل الناس قال قلت أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه فضل بن عباس فانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي قال أخبرنا حدثنا حماد قال حدثنا موسى بن عقبة عن قريب بن أبي مسلم عن أسامة نحوه هنا هنا في هذا الباب الكلام على سؤال العالم لأن قريب ذهب يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حينما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عند الدفع من عرفة ولذلك قال أخبرني عشية ردفت أو قال أخبرني قريب هو السائل يسأل أسامة أخبرني عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم أو كيف صنعتم فهو يحاول يعني أن يتعلم منه كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الإرداف وجواز الإرداف إن تحملت الدابة ذلك وفيه فضل أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحب رسول الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبي أن المسلم نزل فأناخ فقضى حاجته ثم توضأ وضوءا سريعا يعني لم يتوضأ وضوءا إيش كاملا سابغا نعم فلم يتوضأ وضوءا خفيفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة في رواية الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك إذا قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمعرس فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته طبعا المعرس هنا موضع التعريس وبه سمى معرس ذي الحليفة عرس به النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه الصبح والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزلت للنوم والاستراحة وعند مسلم من طريق زهير جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب انتهى أي لصلاة المغرب ثم دعا بالوضوء أو الوضوء أي ماء الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ولذلك قال له الصلاة أمامك وترك إسباغه وحين نزل الشعب ليكون مستصحبا للطائرة في طريقه وهذه أيضا فيها سنة عظيمة وهي سنة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وهذا فيه الخير في ذلك أن يكون المرء دائما على طهارة ولما قال له أسامة الصلاة وهذه فيها مراجعة المفضول للفاضل تذكيرا وهذا يكون بالأدب والأدب أهم ما في طالب العلم كلما كان طالب العلم سيء الأدب كلما خسر كل شيء ما في حتى مكانته عند ربه تنزل فالأدب كل شيء هو ميراث طالب العلم فقال الصلاة قال الصلاة أمامك وعلمه أن الصلاة ستكون أمامك فهنا عندما قال له الصلاة قال الصلاة أمامك فعلمه أن الصلاة تكون أمامه والوضوء كان وضوءا حتى يحافظ على الوضوء فأقول حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب هنا الحقيقة أنه أذن للمغرب والعشاء أذانا واحدا بإقامتين إقامة المغرب وإقامة للعشاء وكانت الصلاة صارت جمع تأخير فصلىها بجمع تأخير حتى بات والمبيت واجب بمزدلفة حتى بات وصلى الفجر بمزدلفة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
من صلى صلاتنا هذه بجمع، يعني الفجر بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول: فلما جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيم الصلاة فصلى المغرب، ثم نخى كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيم الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما، يعني لم يسبح بينهما، صلى المغرب ثم العشاء. وهذا فيه دلالة على المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء والقدوم المزدلفة، لأنه يكون قد تعب من السير، وتعلمون كان الزحام على النبي صلى الله عليه وسلم شديد، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام الفجر فصلى. ذهب للمشعر الحرام ثم ذكر الله ثم دفع بعد ذلك إلى منى. في قول: فلم يحلوا حتى أقام العشاء الأخيرة فصلى ثم حل الناس، المعنى الناس لم يجهزوا الخيام إلا بعد ما صلوا. وهذه فيها قضية مهمة، ألا وهي قضية تقديم الأهم على المهم، ويجب الابتداء بالأهم، الابتداء بأمر الأخيرة دون الدنيا. وهم أرادوا الراحة، نعم أرادوا مسألة الخيام راحة، قالوا يكون بعد الصلاة حتى لا تأخذهم، يعني يأخذهم التعب، فلا يستطيعون يعني إلى الصلاة سبيلا. لذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقيمة الصلاة للمغرب فصلى، ثم أقيمة الصلاة للعشاء فصلى، ثم حلوا بعد ذلك وناموا إلى الفجر. وفي دلالة على أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة، ولو أجزأته في غيرها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها المؤقت لها. والمعنى أنه لا يأتي في نصف الطريق يقول أصلي أو أتعجل، لا تفعلن شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في الفوائد المستنبطة: جواز الإرداف على الدابة إن احتملت، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، المحافظة على الوضوء، لا يحافظ الوضوء إلا مؤمن، جواز مراجعة المفضول الفاضل شريطة الأدب، سنية الجمع بين المغرب والعشاء المزدلفة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.